يفعل بنفسه هذه الأفعال فرناندو؟ وما الفائدة؟ ما الفائدة إذا لم تكن معي روزاليندا؟ بالضبط، فهي أعني بالوما لا تكف أبدا عن ذكر ابنتها. ماذا قالت أيضا؟ ماذا تعرفون عنها؟ باستمرار تقول أمورا لا أحد منا يفهمها، وتبكي دائما على ابنتها. قالت بأنهم أخذوها منها بالقوة. لن يخطر ببالك أبدا، كانت توقف أي واحد يمر من أمامها بالشارع ثم تقوم بسؤالي عن ابنتها، وبرجاء كانت تطلب منه المساعدة. ماذا عن أبي الطفلة؟ هل ذكرت اسما؟ هل ذكرت شخصا يدعى فرناندو؟ يجب ألا تدع نفسك فريسة للحزن، عليك أن تتصرف الآن بعقلانية وهدوء. تظنين بأنني لم أحاول؟ اعتقدت أنك نسيتها تماما. مستحيل، من المستحيل نسيانها. لماذا تعذب نفسك بالذكريات؟ هل يمكنك فعل معجزة من أجلها؟ الموت لا مفر منه. محقة، لسوء الحظ فعلا. الأموات يستمرون بالعيش معنا حين الذكريات تداهمنا، ويموتون بالفعل عندما ننساهم. وأنا لا يمكن أن أنسى روزاليندا. فرناندو، مطلقا لم أسمعها تذكر هذا الاسم. وأنا لم أسمعها تذكره. متأسفة، لما تسألنا سيدي؟ ربما أن هذا الاسم تذكرته الآن. أجل أجل، محقة. سكريتو، ستأتي على الفور، اطمئنا. أنت طلبتني؟ أحضري بالوما من غرفتها. حالا سيدي. أنت أيضا تناديها بالوما؟ نحن أسميناها بالوما. أجل، لا أعرف اسما آخر. يا لروعتها، أصبحت جميلة للغاية وكأنها فتاة أخرى. رفيقتي رفيقتي. ابقي هنا، فهذه الحياة مريحة ومناسبة. أنت تستحقين هذه الحياة. جميلة، بل أنت مدهشة. الأحمق كان يعرف بأنك بهذا الجمال. فلتنظري، إنها ابنتي إريكا. إنها نائمة نائمة. هل هي صغيرة؟ ابنتي؟ تبدو كدمية وليس كطفلة. صوتك مزعج جدا، باختصار كصوت الغراب. أين المتسكع؟ بجيبي. احذر إلى من ذهبنا. أخبريني. إنها بالوما، وجلسنا معها لفترة طويلة. حقا بالوما تغيرت، يبدو أن الذي يرعاها يعتني بها جيدا. لم تعد بالوما التي تعرفها تشاوي. لقد بدت كفتاة راقية أو من مجتمع راق. لو رأيتها تلبس أحلى وأغلى الملابس وأفخمها. بيد أنني أريدها قذرة متسخة. لا يمكنك أن تأخذها ثانية، إنها سعيدة عند أليكس. أجل، هذا الشاب تمادى، أخذ مني منجم الذهب. حتى يعود العمل كما كان، يجب أن تعود بالوما إلى حضنها الدافئ. معك حق ميسيريوس، الفتاة هذه يمكنها القيام بسرقة أرقى البيوت. من الأفضل لك أن تنساها نهائيا، إن بالوما سعيدة الآن. إنها محقة، خير مكان لها هناك. أجل، ما أدراكم فليعملوا هكذا لوجه الله. كف براءة من فضلك. إريكا، ألم تشتاقي لماما؟ إنها تشبهك وكانت تحبك. كان صوتها جميلا لطيفا، فكانت تغني لك حتى تنامي. أعرف مدى معاناتك دون ماما.
سيدي، لم أعلم بوجودك هنا. كنت أكلمها عن ماما روزاليندا، فهي قد حرمت منها. أنا متأسفة سيدي. باستمرار سأكلمها عن ماما دائما. تبقى تعرفها، يجب أن أخبرها كل شيء عن روزاليندا. الشاب النظيف القبيح يستغل طيبة معلوماتي. طوال حياتك تفكيرك سيء بكل الناس، أنت وحدك الذي تفكر بهذه الشرور. المعذرة منك، الأمر جد واضح. بالنسبة لأمر الفتاة الرائعة، من الواجب أن لا نبقيها هناك، لأننا لا نعرف ما يريد ذلك الشاب بالضبط. ها، ولكن توجد خادمة تعيش هناك. إن أليكس شاب رائع ومهذب. اخرسي أيتها الساذجة، بل يجب أن تعود بلومة لبيتها، وسوف يتم حتى لو سحبتها حالا من شعرها، فلا أحد يستغفلني أنا. هيا افعلي كما فعلت. ممتاز، صوت جميل متناسق مع اللحن، صوتها رائع. تظن بأن صوتها مميز بروفيسور راموس؟ بالطبع، فهي تملك صوتا مميزا، بإمكانك أن تجعل منها مغنية رائعة. فعلا، فأنا مسرور جدا لكل ما يقال عن فرناندو خوسيه. نعم، فهم يمتدحونه وهو يستحق. متأسف لأن ابنتنا لم تتمكن من المشاركة. انظر، صورته موجودة في الجريدة، سيقدم حفلة موسيقية في مكسيكو. البروفيسور راموس كان هنا، كان يعطي دروسا في الغناء للفتاة. ما يعني مثل هذا العناد؟ ترى أين سيوصلك؟ البروفيسور راموس كان مسرورا منها. أليكس، ماذا لو أخذتها معك للدكتور؟ سيفحصها ويخبرك عن حالتها، وإذا لم تتعافى بشكل واضح فلن تحصل على ما تريد تحقيقه. أنت محقة، سأعمل بنصيحتك. إنه بالفعل شاب وسيم جدا. من ستكون ضحيتك القادمة؟ عازف بيانو شهير فرناندو خوسيه ألتاميرانو، ضروري جدا أن أشاهده. لو كانت أمك معك لأطعمتك ووضعتك بسريرك وأرضعتك. أمك كانت طيبة إريكا، كنت أحبها كثيرا لأنها دافعت عني وكانت جميلة جدا. أنا متأكدة أنها تنظر إليك من السماء وتدعو لك. أنا أمنعك أن تقولي شيئا لطفلة عن أمها. أبوها طلب مني. أبوها لا تطيعي أوامره، عليك أن تطيعي أوامري فقط. حاضر أنستي. لا تخبري الصغيرة شيئا عن روزاليندا، يجب أن تعرف فقط أن أمها ميتة. علي أن تحبني وكأنني بمثابة أمها الحقيقية، مفهوم؟ وعليك أن لا تكلمي فرناندو خوسي أبدا عن روزاليندا، يجب أن لا تتكلمي عنها أو تشعري بالأسى إطلاقا، وإذا تكلم عنها فلتغير الموضوع. حسنا أنستي. هذا الاسم ممنوع ذكره نهائيا، وبدوري سأعاقب من يذكره. لا أريد سماعه. سيدتي، ما بك بيرتا؟ معذرة، نشروا بالصحيفة نبأ عودة فرناندو خوسيه.